بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد المرسلين. أيها الإخوة الناطقون باللغة العربية في كل أنحاء العالم، وخاصة في الشرق الأوسط وأمريكا، أريد أن أتحدث في هذه الليلة عن عدة محاور تتعلق بالساحة الأمريكية وتجاربي الخاصة في الشرق الأوسط، ومقابلاتي واجتماعي مع أبو عمار، اجتماعي في إيران مع هاشمي رفسنجاني وغيرهم من الشخصيات الكبيرة. وهناك تجارب هامة جدا، وكنت آمل أن أكون في مع الأخ أحمد منصور في برنامج بلا حدود، أو شاهد على العصر، أو زيارة خاصة إلى آخره، لأن ما مر معي في خلال 40 عاما له أهمية بالغة جدا. ومؤخرا عندما كان برنامج بلا حدود واستضاف زوجة المرحوم عبد الوهاب المسيري، والذي كتب موسوعة الصهيونية، وكنت أتداخل وكنت أتكلم مع الأخ أحمد منصور بأن ما أقوم به بأمريكا منذ أكثر من 34 عاما هو عبارة عن موسوعة، ولكن ليست كتابية وإنما موسوعة على الساحة السياسية. وكنت سأخبره بأننا نجحنا إلى حد ما والحمد لله. فلأول مرة في هذه السنة عندما نزلت في انتخابات حاكم الولاية، ولاية واشنطن الغربية وليست العاصمة، استطعت أن أهاجم، أو لم أهاجم، أحلل الصهيونية إلى الشعب الأمريكي ولأول مرة، وأكون صريحا إلى غاية الحدود. فالصهيونية ليست هي عدوة للفلسطينيين وللعرب والمسلمين، وإنما هي عدوة للولايات المتحدة الأمريكا نفسها، فهي التي زجت أمريكا في الحرب مع العراق في العراق، والتي تزجها في حروب دامية للعالم العربي والإسلامي، وهي تهيئ إلى الحرب ضد إيران. وأقول هذا بأنه هذا ليس من مصلحة الشعب الأمريكي أن يقوم بهذه الأمور، فإسرائيل عبارة عن دولة صغيرة لا تزيد عن 5 ملايين، وكل ما تفعله هو ابتزاز الشعب الأمريكي ودافع الضرائب ببليونات بلايين الدولارات بدون أي فائدة، بل تسرق الأشياء الأهميات من ناحية التصنيع والأشياء الأخرى، وترسلها باسمها إلى وتبيعها مثلا إلى الصين وإلى غيرها. وهي كذلك عدوة للشعب اليهودي نفسه، ومن شاهد قناة الجزيرة بلا حدود عندما جاء ديفيد وايس، وهو الناطق الرسمي باسم هذه المنظمة ناتوري كارتا، وهي تمثل 10% من الشعب اليهودي، وهؤلاء كلهم رابايز، يعني رجال دين وإلى آخره، ويعتقدون بأن قيام إسرائيل ما هي إلا من الشيطان وليس من الإله كما يدعون وكما يحاول يروجون أمام الصهاينة المسيحيين في هذه البلاد. وقد قابلت هؤلاء المجموعة ما كنت في رام الله، هذا الكلام كان في آذار 2006 منذ أكثر من عامين، لحضور جلسة الثقة لحماس. كان هؤلاء اليهود المخلصون والذين يعارضون بقيام دولة إسرائيل في ذلك الوقت يهنئون، جاءوا ليهنئوا الشعب الفلسطيني والحكومة الفلسطينية، بينما زعماء فتح وعلى رأسهم عزام الأحمد وصائب عريقات ومحمود العلول وغيرهم كانوا يعطون التصريحات، هذا الكلام قبل دخولنا إلى المجلس التشريعي، يعطون التصريحات باللغة الإنجليزية وخاصة إلى الإعلام الأمريكي،
وينتقدون حماس بشدة بشدة كبيرة، ويعتبرونها أنها أماتور، يعني أماتور لا يعرفون في السياسة شيئا. وعندما حاولت إقناعهم يا إخواني أنتم فلسطينيون اظهروا إلى العالم بأنكم متحدون، ثم خالفوا حماس فيما بعد، لكن صوتوا معهم الآن، ولكنهم لم يبدوا أي أخذ بعين الاعتبار. وأنا بصراحة اشمأززت منهم جدا، وعلى رأسهم عزام الأحمد، وقلت بنفسي سبحان الله، انتخبوه في جنين ومخيم جنين، الذين سطروا البطولة في العالم كله بكفاحهم وجهادهم، كيف ينتخبوا هذا الشخص؟ وقلت بنفسي هل قبضوا يا ترى؟ قبضوا منه ولا ايش؟ لانه ايه هؤلاء الاشخاص؟ انني لست من حماس، ولست من الجهاد الاسلامي، ولا انتمي الى اي منظمه على الاطلاق فلسطينيه في الداخل في فلسطين او خارج فلسطين، وانما انا على الساحه الامريكيه اعمل للقضيه الفلسطينيه واقارع الصهيونيه. ولاول مره كما ذكرت البيان الانتخابي والذي يتكون من 300 كلمة فقط أرسل إلى 8 إلى 9 ملايين من الساكنين في ولاية واشنطن. تصوروا لأول مرة 9 ملايين أقول لهم بأن 2% من الشعب الأمريكي هم اليهود الصهاينة، والذين يسيطرون على الإعلام وعلى الكونغرس وعلى البيت الأبيض وعلى الحزب الديمقراطي والجمهوري وعلى هوليوود وعلى الترفيه وإلى آخره، ولذا وهم يخالفون نصيحة مؤسس الجمهورية جورج واشنطن في خطابه عام 1796 بأن يحذر من أن الفرن، يعني من أن البلدان الأجنبية ممكن أن تتدخل في شؤون الجمهورية الأمريكية، وهذا أكثر شيء مكروه بالنسبة إلى الأمريكان. أنا أريد أن أوضح هذا الأمر لهم، وأبينهم بأن الحرب على العراق لم تكن من أجل النفط، وإنما كانت من أجل حماية إسرائيل، فكانوا يريدون أن يربوا العرب ويبينوا بأنه أي إنسان يرفع رأسه لتحدي الصهيونية سيضرب عنقه ويحطموه حتى يكون عبرة للآخرين. هذا لا يعني أنني أؤيد صدام حسين، لقد قابلته وأعرف خفايا كثيرة وسأخبركم عنها، والمؤامرات التي كانت تحاك في داخل القصر بتاعه. ادخلوا إلى موقعي في الإنترنت وستروا ما لا يقل عن 700 صفحة، عن 70 صفحة تتحدث عن هذا الأمر. إن الذي أقوله بأن الشعب الأمريكي يجب أن يعرف هذه الحقائق يا إخوان، وبدون هذه المعرفة ليس هناك أمل على الإطلاق في تغيير السياسة الأمريكية. فأوباما مثلا حاولوا أن يدمروا من البداية، وحاولوا أن يساندوا هيلاري كلينتون، وزعيمهم وصاحبهم اللي هو رئيس أو حاكم ولاية بنسلفانيا هو كان الذي يحاول أن يدمر أسامة وحملته الانتخابية.